كمان نتكلم من امبارح، يعني كان في برضه حدث كان لافت لانظار كتير جدا من الناس، واكيد اللي من حضراتكم ساكن في محيط هذه المنطقه بصفه خاصه اكيد خد باله منها. امبارح انار برج القاهره اضواءه بمناسبه العد التنازلي لاطلاق فعاليات الاولمبيات الشتويه بكين 2022 المقرره طبعا يوم 4 فبراير. عروض برج القاهره الضوئيه ظهرت على طول البرج وتتضمنت ثلاث عبارات، هي بكين 2022 واراك في بكين بعد 10 ايام، فضلا طبعا عن شعار اولمبياد بكين الشتويه. من ناحيه تانية كشفت اللجنه المنظمه لاولمبياد بكين الشتويه عن دخول 2586 شخص ضمن المنتخبات المشاركه الى الصين خلال الفتره من 4 و22 يناير، من بينهم 171 رياضي وموظف بالفرق المشاركه، الى جانب 2415 شخص يعني معنيين برضو بهذا الامر. كمان قررت حكومه بكين رفع درجه الطوارئ الى الدرجه القصوى منذ اواخر شهر يناير الجاري وعلى مدى اسبوعين قبل انطلاق فعاليات اولمبياد بكين الشتويه في ظل استمرار ازمه وباء كورونا، وطبعا هيتم تطبيق نظام الحلقه المغلقه وكافه الاجراءات الحمايه الشخصيه خصوصا المتعلقه باجراء اختبارات كوفيد 19 بشكل يومي لرصد الحالات الايجابيه مبكرا ووقف انتقال العدوى. طبعا مهمه مش سهله، احنا بنتكلم على اولمبياد، دوره اولمبيه، للاسف لا يكفي الاعداد ده، احنا بنقول لحضراتكم بالالافات اهو، فطبعا اكيد مهمه مش سهله، بس ان شاء الله يعني ربنا يسهل الاحوال ما يكونش فيها اي اصابات ولا عدوى باذن الله. هو الواحد على فكره كده كده يعني ده اللي انا سالت فيه بقى كذا دكتور، مش دكتور واحد، طول ما احنا قاعدين احنا ممكن يعني ناخد فيتامينز عادي، فيتامين سي، الزنك مهم قوي، حتى لو انت مش بتشتكي او خايف على نفسك، بس يعني دي حاجات بتبقى مفيده يعني ان جنرال زي ما بيتقال، فيعني ممكن كلنا نعمل كده تحسبا لا قدر الله يعني لو في اي حاجه. ارجع اقول لك امتى بقى انا هوند ربنا يزيح. والله انت بتقول لي بقالك سنه ونص السؤال ده مش عارفين اجابته بقى، ما كل أمل. شويه ويب كل أمل. شويه كل حاجه أمل. جديده بتظهر بس يعني. الفتره الاخيره ابتدت يعني في نبرات كده هو ايه عالميه حتى مش في دوله معينه شويه ابتدوا يتكلموا على ان يعني معظم الدول قد يكون برضو مرجعيتها اقتصاديه الحقيقه، بس فكره ان هم بيقول لك بقى خلاص ممكن تسافري من غير ما تعملي البي سي ار، مش الكمامه مش هتكون حتميه، فما تعرفيش الكلام ده مؤشر لايه، لان الدنيا ابتدت تخف شويه ولا عشان الدنيا خربت اقتصاديا فقال لك بقى ملهاش حل، اللي الفيروس الفيروس يعني على كل حال احنا بس نخلي بالنا، وبخلي بالك من حاجه، الموضوع برضو يعني نصيب، يعني في ناس انا اعرفها ما بيسلموش على حد ولا بيلمسوا حد وعلى طول الكمامه وبتجيلهم، وناس سايباها وما بتجيلهمش، بس ده لا مؤشر ولا ده مؤشر، ولا الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط، بس احنا نخلي بالنا ونعمل اللي علينا ونسيب الباقي على ربنا، يعني ربنا يعديها. بس احسن حاجه ان الاوميكرون ده بيقعد من 4 5 أيام 6 أيام بكتير، فيعني مش زي عدوى اساسا. وهو ايه اللي يجيبه اصلا؟ خلي